مباشرة، أهلا بكم إلى نشرة الظهيرة وتتابعون في أبرز العناوين. الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مكسب دبلوماسي جديد يستجيب للمصالح المشتركة للبلدين في سياق دولي متغير. ٢٢ مارس اليوم العالمي للماء يحتفى به هذه السنة تحت شعار المياه الجوفية، جعل المخفي مرئيا مناسبة للفت انتباه مختلف الفاعلين إلى أهمية الماء وتعزيز التدبير المستدام لموارد الماء. المنتخب الوطني لكرة القدم أجرى صباح اليوم حصة تدريبية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية الجمعة المقبل بكينشاسا ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022، ليتوجه بعد ذلك إلى الكونغو الديمقراطية. ويحضر معنا ضيفا في بلاتو الأخبار السيد شرقي خطار، المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث. أهلا بك سيد. أهلا وسهلا. إذن نفتح ملف العلاقات المغربية الإسبانية والموقف الجديد لمدريد المتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة، وضمن ردود الفعل على المستوى الوطني ثمن شيوخ القبائل الصحراوية بجهة العيون الساقية الحمراء الموقف الإيجابي لمدريد الذي ينسجم تماما والشرعية التاريخية والقانونية لمغربية الصحراء. خديجة الجمالي. تحول كبير في تاريخ العلاقات المغربية الإسبانية يؤسس له الموقف الإسباني الجديد من قضية الصحراء المغربية، موقف واقعي يدعم واقعية وجدية مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب منذ سنة 2007، تموقع إسباني مسؤول وتضامني مع قضية الوحدة الترابية للمملكة يستشرف آفاق مستقبل واعد من الشراكة بين البلدين. ثمنوا موقف إسبانيا في ذي المناسبة اللي داروا، موقف جيد جدا، وهذا هو اللي نثمنوا نجاح السياسة ديال جلالة الملك محمد السادس في الدبلوماسية المغربية على الصعيد الدولي العالم كله. وإسبانيا طبعا مصلحتها مع المغرب، ضعنا المغرب بوابة على إفريقيا أوروبا كلها، والمغرب مصالح إسبانيا مع المغرب هي مهمة واستراتيجية اقتصاديا وأمنيا. وموقف حكيم نتيجة على أن المملكة المغربية هي شريك اقتصادي كبير مع الجارة الإسبانية، وهو كذلك يساهم معها في مسألتين مهمتين لأي دولة ولأي يعني كيان اقتصادي كيان يعني اللي ألا وهو الأمن والجانب الأمني والجانب الاقتصادي، وبالتالي كان لا بد لها من أن تعترف، ونحن أكيدين كذلك أن يعني مجموعة من الدول الأوروبية كذلك ستحذو حذو الجارة الإسبانية. يأتي اعتبار إسبانيا للحكم الذاتي هو الحل الأمثل والأكثر واقعية ومصداقية كما جاء في تصريح رئيس الحكومة الإسباني، انتصار من الانتصارات الكبرى التي تنضاف للدبلوماسية المغربية. وهنا يجب أن أشدد وأنبه لمسألة غاية في الأهمية، أن تأكيد رئيس الحكومة الإسباني لرأيه هذا جاء بعد خطاب 6 نوفمبر الذي أكد فيه جلالة الملك على أنه لا يتفاوض على صحرائه وعلى أنه يجب أن نعرف من معنا ومن علينا. علاقات استراتيجية بين البلدين تأخذ أبعادا جديدة أساسها الاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك، تؤطرها رؤية وتوجيهات ملكية سامية وعمل دبلوماسي دؤوب. ثمن عاليا الموقف الذي أعلنت عنه الحكومة الإسبانية باعترافها بالحكم الذاتي ككونه الحل الوحيد والأوحد لمشكل الصحراء المفتعل، وهذه من شأنها أن تدشن مرحلة جديدة للعلاقات الجيوستراتيجية ما بين البلدين الجارين، وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على يعني استمرار النجاحات الدبلوماسية التي تعرفها المملكة المغربية بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس نصره الله وأيده. شيد بالدبلوماسية المغربية التي يرأسها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله،
واللي الحمد لله عرفت انتصارات وإنجازات مهمة على الصعيد الإقليمي وعلى الصعيد الدولي. وحنا كنلاحظوا اليوم باعتراف إسبانيا بمغربية الصحراء، وكان قبل ذلك اعتراف عدة دول اللي هي مع السلم العالمي، كتأيد السلم العالمي وتأيد حقوق الإنسان. ثمنوا قرار رئيس الحكومة والحكومة الإسبانية اللي حقيقة على اعترافهم بمغربية الصحراء واعترافهم عن لا حل إلا الحكم الذاتي بعد الكثير من المقالطات اللي كانوا يتخبطوا فيها مسبقا، ولكن أخيرا عرفوا عن ما خالق ما هو الحل الوحيد اللي هو معترف به من جميع الدول والمنتظم الدولي هو الحكم الذاتي. موقف إسباني تاريخي ودعم صريح لمبادرة الحكم الذاتي، تطور هام في قضية الصحراء المغربية، ولبنة جديدة في مستقبل العلاقات المغربية الإسبانية. واللحظة مشاهدينا نرحب من جديد بضيفنا في بلاتو الأخبار السيد شرقي خطار، المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث. إذن أستاذ خطار، الموقف الإسباني هو مكسب دبلوماسي يعني جديد يستجيب لمصالح مشتركة وسياق دولي متغير، كيف قرأتم التطور التاريخي في موقف إسبانيا من قضية الصحراء المغربية بالنظر لمسار العلاقات المغربية الإسبانية؟ المسار العلاقات المغربية الإسبانية هو هذا الأمر عادي، بحيث على أنها علاقات شراكة قوية تهم العديد من المجالات، ولكن أحيانا تشوبها بعض الشوائب وتشوبها بعض الفجوات، والتي ارتبطت بمجموعة من السياقات، آخرها ما تحدث عنه منذ أيام ورئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز عن مجموعة من المواقف الإيجابية والالتزامات البناء. هذه المواقف الإيجابية والالتزامات البناء هي كانت الشعار الرئيسي والمطلب المغربي الرئيسي مع الجارة إسبانيا، خاصة إذا ما حملنا على أن المغرب تغير، وبالتالي أي شيء يتناقض ويتعارض مع مواقف حول ملف وحدته الترابية ومصالحه الجيوستراتيجية ومصلحته العليا ينظر له على أنه يجب أن يتخذ فيه مجموعة من سياسات الحزم. ولكن هذا الموقف الإسباني يتناغم مع الإطار الرئيسي العام والأساسي الذي طبع دوما العلاقات المغربية الإسبانية، وبالتالي نحن نستحسن هذا الموقف الذي ينظر له خطوة إيجابية نحو طي العديد من الأزمات والمضي قدما نحو علاقات استشرافية ذات شراكة قوية على رأسها التنمية الاقتصادية والمجالية والاعتراف بمغربية الصحراء. طيب أستاذ، في نظركم يعني ما هي المرتكزات التي جعلت أو دفعت مدريد إلى اعتبار يعني المبادرة المغربية للحكم الذاتي الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف يعني في موضوع الصحراء المغربية؟ بالنسبة للموقف الإسباني المعبر عنه يتماشى كما قلت لك مع التحولات الجديدة والجيوستراتيجية والمكانة التي أصبح أوضح عليها المغرب لا على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي، واطلاعه بأدوار طلائعية على مستوى السلم والأمن الدوليين. وبالتالي إسبانيا ترى بأن المغرب خطى خطوات إيجابية في نهجه الدبلوماسي، وخاصة عندما على أنه ينظر إلى العلاقات في إطار استراتيجي. هذا الأمر دفع الحكومة الإسبانية إلى التناغم مع هذا الموقف، وخير دليل على ذلك على أن هنالك مجموعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وكذلك العلاقات التي تهم مسألة المهاجرين وكذلك الاتجار بالبشر وكذلك زوايا ترتبط بالسياسات الأمنية. إذن الموقف الإسباني يرى بأن هذه المسألة تحظى بالنسبة أهمية استراتيجية على مستوى السياسة الخارجية الإسبانية، وهذا الموقف ستكون له تبعات فيما ستحمله الأمور من في الأيام
الأيام القادمة إذا ما تم التسليم به، خاصة مع المواقف الجديدة المعبر عنها ليس مرتبطة بإسبانيا بالعديد من الدول العربية والإقليمية، وكذلك تماشيا مع الموقف المغربي وكذلك مواقف الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي. طبعا مواقف أوروبية أيضا متقدمة في طليعتها إسبانيا، وقبل ذلك اعتراف أمريكي يعني، ومواقف عربية مؤكدة لسيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، وعودة أيضا يعني قوية للمغرب للاتحاد الإفريقي ولمؤسساته، ودينامية تنموية يعني شاملة بكافة أقاليمنا الجنوبية. إلى أي حد كل هذا يجعل خصوم وحدتنا الترابية يعني في عزلة إقليمية؟ يجب أن أشدد على مسألة أساسية، على أن المغرب في علاقته مع هذه الدول وكذلك مختلف هذه الدول مبنية على أساس الثقة. هذه الثقة هي التي منحته الجدوى والقوة ليكون حاضرا على مستوى العلاقات وكذلك فاعلا أساسيا في طبيعتها. ولكن هذه المسألة ستساهم في تحويط كل ما ينغص وحدته الترابية، وبالتالي ستدفع أعداء وحدة الترابية خاصة على مستوى الاتحاد الإفريقي، إذا ما سلمنا بمسألة مهمة خاصة على مستوى مجلس السلم الأمن الإفريقي منذ قمة نواكشوط إسكات البنادق حملت رسائل قوية، وبالتالي هذا الأمر سيساهم في عزلة أعداء وحدة الترابية، وكذلك مضي قدما في مخططات المغرب على الجانب الاستثماري والنماذج التنموية على مستوى الأقاليم الجنوبية، وكذلك اعتباره بوابة إفريقيا. وخير دليل على ذلك الشراكات التي كانت منذ أيام مع الاتحاد الأوروبي وكذلك الشركات الاستثمارية الأمريكية وكذلك البريطانية، وبالتالي نحن مقبلون على مرحلة جديدة أصبح كللت بالنجاح على مستوى التبني الاستراتيجي التي تبناه المغرب من خلال عقيدة الأطراف واستراتيجية الطوق التي كللت بالنجاح من خلال تحويض كل ما يهدد مصالحه سواء كان في الجانب الأوروبي أو الإفريقي أو دول معمور، وبالتالي يتماشى مع النهج الدبلوماسي من خلال بناء الثقة هو أساس العلاقة مع كافة الدول. نعم، السيد شرقي خطار المدير التنفيذي لمركز الجنوب للدراسات والأبحاث، شكرا لك على كل هذه الإضاءات ولحضورك معنا ضمن هذه النشرة. ونواصل بردود الفعل الدولية. رئيس مؤسسة أشيليا المغرب العالمية جلوبال تشيلي روبرتو ليون اعتبر أن الموقف الإسباني الجديد بشأن الصحراء المغربية هو اعتراف بشرعية حل الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب من أجل إنهاء النزاع حول الصحراء المغربية. لنتابع. الموقف الإسباني يعتبر اعترافا بشرعية مقترح الحكم الذاتي من أجل إنهاء النزاع المفتعل حول الصحراء، وهو خبر سار جدا يأتي بعد طول انتظار. فالرسالة التي بعث بها رئيس الحكومة الإسبانية إلى جلالة الملك محمد السادس هي خطوة جديدة تبرهن أن البلدان في جميع أنحاء العالم تعترف بواقعية المقترح المغربي، وهو الأمر الذي يجب أن تأخذه بعين الاعتبار الجزائر وتحاول تغيير مواقفها في هذا الاتجاه. وفي ردود الفعل الأشيلية كذلك نتابع تصريح كريستينا أوريغانو مستشارة بالهيئة الإدارية العمومية. هو خبر سار جدا من طرف رئيس الحكومة الإسبانية بخصوص هذا الموضوع الذي يكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمنطقة، وغيار الحكم الذاتي هو الحل الأنسب لحل هذا النزاع المفتعل. يجب هنا أن أشيد بموقف جلالة الملك محمد السادس الذي كان واضحا من خلال خيار السلام والحوار كسبيل وحيد لحل هذا النزاع. في السياق ذاته أكد مدير جريدة لاراثونا الإسبانية أن الصحراء شكلت دائما يعني جزءا لا يتجزأ من أراضي المملكة المغربية على مر العصور. لنتابع. الرئيس سانشيز قام بعمل جيد، وأخيرا نقر بمسألة تاريخية لا جدال فيها. الصحراء ككيان مستقل لم يوجد أبدا، يجب أن نعي ذلك جيدا. إنه مفهوم جغرافي ثمرة الاستعمار تحول إلى مجال ترابي أدارته قوة استعمارية.
الصحراء شكلت دائما جزءا لا يتجزأ من المغرب. كل ما روج له سابقا يعد بمثابة كذب تم نسجه. ساكنة المنطقة كانت عبارة عن قبائل ورحل بايعت دائما سلطان المغرب، سواء خلال عهد المرابطين أو الموحدين أو المرينيين وكل الدول التي تعاقبت على حكم المغرب. ما وقع هو أن الاستعمار الأوروبي الغاشم، ولنقولها بكل صراحة وهذا هو التاريخ، افتعل هذا المشكل الذي كان من تداعيات الحرب الباردة ووراءها الشيوعية وتدخل الجزائر. فالصحراء شكلت على مر التاريخ جزءا من المغرب الكبير، سواء أحببتم أم كرهتم. إلى الجماعة الحدودية المحبس بإقليم أستاذاق، حيث أسدل الستار على فعاليات الملتقى الإقليمي الأول للمرأة المنظم تحت شعار امرأة فاعلة من أجل مجتمع فعال. تظاهرة ثمن المشاركون فيها المواقف الأخيرة لإسبانيا حول قضيتنا الوطنية الأولى، ودعوا المنتظم الدولي إلى فك الحصار عن الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف. حافظ محدار ومحمود شراي. جماعة المحبس الحدودية محطة أخيرة تتوج فعالية الملتقى الإقليمي الأول للمرأة بأسازاك. المحاور تناولت أدوار المجتمع المدني في تدويل قضية المرأة الصحراوية المحتجزة في مخيمة تيدوف، والدفع بالمنتظم الدولي إلى تحمل مسؤولياته لوضع حد لمعاناة المحاصرين بتلك الرقعة الخارجة عن القانون. مدخلة ثمنت بالمناسبة المواقف الداعمة لوحدة المغرب الترابية وآخرها موقف الحكومة الإسبانية. هي فرصة بالنسبة لنا كمجتمع مدني وكمنتخبين لتثمين الاعتراف الإسباني بمبادرة الحكم الذاتي كحل النهائي لقضية صحرائنا المغربية ونزاعها المفتعل، وكذلك هي فرصة لنشير إلى الوضع الذي تعرفه المرأة المحتجزة في تندوف، ومن أجل يعني جمع الرأي العام العالمي من أجل رفع الحصار عن المرأة المحتجزة وعن أهالينا المحتجزين في مخيمات تندوف. المشاركون في أشغال هذا المنتدى شددوا على أهمية المكتسبات الهامة التي راكمتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك لطي ملف النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، وأكدوا على ضرورة مواصلة الجهود لإنهاء مأساة الصحراوي مخيمة تندوف والنساء تحديدا. في هذه المنطقة الحدودية برئاسة أو بتقلد امرأة من هذه المنطقة يعني مناصب القرار أو تدبير الشأن المحلي، ولما لهذه المسألة من رمزية. نناقش اليوم كفعالية مدنية حقوقية المرأة الصحراوية المغربية المحتجزة بمخيمة تندوف، والتي نعتبرها جزء لا يتجزأ من هذا الوطن، ونسعى إلى خلق آليات للترافع عنها وتعميم داخل وسط المنتظم الدولي ورفع الحظر عنها وتحريرها من العصابات الانفصالية. ملتقى إذن للفت الانتباه إلى معاناة المرأة الصحراوية المغربية بمخيمة تندوف جنوب الجزائر، والدفع نحو فضح مختلف أشكال الانتهاكات التي تتعرض لها والتي تزيد من مأساة آلاف الصحراويين العزل بهذه الرقعة الترابية جنوب الجزائر. ومن قلميم ينضم إلينا مباشرة السيد محمد فنيش، صحفي ومحلل سياسي. مرحبا بك سيدي. بداية وبناء على تتبعكم لتطورات ملف الوحدة الترابية للمملكة، كيف تقرؤون موقف الحكومة الإسبانية الأخير الداعم لخيار الحكم الذاتي كحل ناجع يضع حدا للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء؟ نعم، هو موقف حديث قديم، بمعنى حديث على مستوى حكومة بيدرو سانشيز الإسبانية، لكنه كذلك قديم على مستوى الدولتين. نتحدث عن الدولة المغربية والدولة الإسبانية، نتحدث كذلك عن المملكة المغربية والمملكة الإسبانية، مملكتين ضاربتا في التاريخ، جسدا في محطات عدة العمق الاستراتيجي للعلاقات الإسبانية المغربية، كما جسدا أن الحكم الذاتي ليس هو بذرة التعاون فقط، وإنما قناعة
عام مغربية لحل نزاع مفتعل لا يمكن أن يكون ورقة مساومة أو حجرة عثرة في حذاء المنطقة الإقليمية كما يريد الخصوم. الحكم الذاتي هو قناعة مغربية، قناعة كذلك بالسيادة المغربية. المغرب لا يخشى على أراضيه ولا يخشى على وحدته، لكنه يخشى على المنطقة الإقليمية من خصوم الوحدة الترابية وما يؤثر بذلك على المنطقة المغاربية. على المستوى الإسباني، إسبانيا هي الدولة التي ساهمت في استعمار المغرب القديم. عندما نتحدث عن الاستعمارين، الاستعمار الفرنسي والإسباني، وعندما نتحدث عن استقلال المملكة المغربية من الاستعمار الإسباني، سواء في أقصى الجنوب عندما نتحدث عن الداخلة أو في أقصى الشمال عندما نتحدث عن تطوان عندما كانت تحت الاستعمار الإسباني، وبالتالي الشمال المغربي والجنوب المغربي استقل من الاستعمار الإسباني، والاستعمار الإسباني يدرك حقيقة الدولة المغربية. صحيح أنه عبر التاريخ يكون هناك حالات تقهقر، لكن كذلك هناك حالات قوة ومكان من قوة، والتعاون الاستراتيجي المغربي. طيب سيد فنيش، يعني في نظركم نجاح الدبلوماسية المغربية برئاسة سيد فنيش، في نظركم ما هو الأثر المتوقع والقيمة المضافة لهذا المكتسب، خاصة في ظل زخم كبير من الانتصارات التي حققتها الدبلوماسية المغربية تحت قيادة جلالة الملك في مسار الطي النهائي لهذا الملف؟ نجاح الدبلوماسية المغربية برئاسة العاهل البلاد جلالة الملك محمد السادس هو تأكيد في محطات عدة، من الموقف الأمريكي، من موقف الاتحاد الأوروبي، مرورا بالموقف الإسباني، نهاية بالموقف بعض الدول في أمريكا اللاتينية مؤخرا، كذلك التموقع الإفريقي المغربي. وبالتالي القرار الإسباني الآن فقط أكد عامل الثقة. نحن نعلم أن أزمة بن بطوش خلقت نوع من القلق، لكنها كذلك أعادت رسالة بيدرو سانشيز العلاقات الإسبانية المغربية إلى موقفها الحديث. صحيح أن هذا القرار الإسباني يمكن أن يعزز هذه الثقة، يمكن أن يعيد المياه لمجاريها، لكنه كذلك كشف عن موقف للأعداء الوحدة الترابية. نتحدث عن الدولة الجارة عندما قامت بردة فعل، وكانت قبيل ذلك تقول أنها ليست طرفا في النزاع، واليوم الدولة الجارة باتت بعد مواقفها بشأن القرار الإسباني دولة مرتبطة بشكل مباشر بهذا النزاع المفتعل. المغرب في سيادته وعلى أراضيه، كما قال الراحل الحسن الثاني، على الصحراويين أن يمارسوا حياتهم الطبيعية في صحرائهم المغربية كما يريدون، شاء من شاء ومن أبى، وشاء من شاء وأبى من أبى. وبالتالي الصحراويون يمارسون حياتهم الطبيعية. صحيح أن مناوشات الخصوم ستظل قائمة، لكنها لا تغير من الواقع شيء. وبالدليل عندما نتجه جنوبا ونرى أمور وواقع التنمية من مدينة قليميم حيث أتواجد حتى أقصى الجنوب، وصلت الفكرة الصحفي والمحلل السياسي محمد فنيش، شكرا لك على هذه المساهمة الطيبة، كنت معنا مباشرة من مدينة قليميم. في موضوع آخر وفي أحوال الطقس، أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن تساقط الثلوج وهبات رياح محليا قوية ستهم عددا من عمالات وأقاليم المملكة ابتداء من يوم غد وإلى غاية يوم الخميس، موضحة في نشرة إنذارية من مستوى اليقظة البرتقالي بأن تساقطات ثلجية من 15 إلى 50 سنتيمتر ستهم تازة وإفران وصفرو وبولمان وبني ملال وأزلال وخنيفرة والحوز وميدلت وجرسيف، كما أشارت إلى هبوب رياح محليا قوية من 70 إلى 85 كيلومتر في الساعة ستهم أقاليم فيجيج وجرادة ووجدة أنجاد والرشيدية وبولمان وميدلت. 22 مارس اليوم العالمي للماء، يحتفى به هذه السنة تحت شعار المياه الجوفية جعل المخفي مرئيا، مناسبة للفت انتباه مختلف الفاعلين إلى أهمية الماء وتعزيز التدبير المستدام لموارد الماء. وبإقليم شوكا أيت بها لنرصد جانبا إلى أو من معاناة يومية لساكنة جماعتي هلالة وتسغدلت، معاناة مردها نقص في التزويد بالماء الشروب، ونهايتها مع استكمال أشغال مشروع تزويد الدواوير الجبلية انطلاقا من سد أهل سوس مع حيجب التمك ونور الدين صابر.
تعاني ساكنة جماعتي هلال وتسكدلت بإقليم الشكا إتبه من نقص كبير في التزود بالماء الصالح للشرب، حيث تضطر الساكنة إلى قطع مسافات طويلة من أجل الحصول على هذه المادة الحيوية، مشكل يزيد من معاناة هذه المناطق الجبلية خاصة خلال فصل الصيف. احنا عندنا بزاف المعاناة تاع الماء، المهم كاين الماء انما كيتقطع، بحال دابا كيجي كيكون واحد سيمانه كيتقطع لك ديك شهر شهرين، خصوصا في الصيف وفي العيد الكبير عندنا المعاناة بزاف تاع الماء، وكيتعذبوا العيالات ما كاينش البهايم باش يطلعوا الماء للدوار، وعندهم الماشيه وعندهم البهايم وكل شيء وما كاينش الماء، العيالات معذبين بزاف هنا في البلاد. ولتجاوز هذه الوضعية تم إطلاق مشروع يقدر ب 85 مليون درهم بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية لتزويد 191 دوارا بالماء الشروب انطلاقا من سد أهل سوس من خلال مد قنوات التوزيع على طول 164 كيلومترا لإيصال الماء الصالح للشرب لساكنة تتجاوز 8000 نسمة. قام المكتب الوطني للكهرباء والماء قطاع الماء ببرمجة مجموعة من المشاريع على مستوى مركز إتباها والجامعات المجاورة، جامعة هلال وتسكدلت وجامعة أوغنز ترقنتوشكا وعبد الله بوشواري، وذلك من أجل تلبية حاجيات الساكنين من هذه المادة الحيوية خصوصا في هذه الفترة المتسمة بالجفاف وقلة التساقطات. جهزنا ما يزيد من 70 دوار بهذه المادة الحيوية، وكننتظروا إن شاء الله الباقي في هذا المشروع ديال البنك الإسلامي، راي ثم يتنجز هذا المشروع إن شاء الله باش نجودوا هذه الساكنة اللي بقات بلا ماء. عندنا جوج كميوات ما كيكفيوناش، كنوصلوا الماء للناس للدواوير، وعندنا الدرك على الماء يعني ما كيكفيوناش، إلا هذا البنك الإسلامي إن شاء الله ملي يتنفذ هذا المشروع ولا إلا يتنجز راه الحمد لله غيفكنا واحد العجلة كبيرة. وتتطلع ساكنة هذه المناطق الجبلية بكثير من الأمل إلى انتهاء أشغال هذا المشروع وإيصال الماء الشروب إلى المنازل بكميات كافية للتخفيف من معاناتهم اليومية في الحصول على هذه المادة الحيوية، وبالتالي تحسين شروط الاستقرار بهذه المناطق. وللاستفادة في هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرباط السيد عبد الله جاحد المدير المركزي المكلف بالقطب الصناعي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء. مرحبا بك سيدي. إذن سيد جاحد، لو تمنحونا بداية نبدأ عن وضعية التزويد بالماء الصالح للشرب في بلادنا في ظل الظرفية الحالية المتميزة بالنقص الكبير في التساقطات والتحديات المتمثلة في انعكاسات التغيرات المناخية وأثرها على حجم الموارد المائية السطحية والجوفية. في البداية شكرا على الاستضافة التي تتزامن مع اليوم العالمي للماء، وكما جاء في السؤال ديالكم فالمغرب تيعرف ندرة الماء اللي تفاقمت هذه السنة مع قلة التساقطات مما أدى إلى تراجع نسبة ملء السدود وكذلك الفرشات المائية. وللتذكير فإن جل المدن المغربية والتجمعات السكنية يتم تزويدها انطلاقا من الموارد السطحية بنسبة 69% وكذلك الفرشات المائية الجوفية بنسبة 30%، فيما يبقى اللجوء إلى تحلية مياه البحر ضعيفا ولا يتعدى 1%. وللإشارة فالمكتب قام بتجهيزات كبيرة تتمكن من طاقة إنتاجية فوق 7 مليون متر مكعب في اليوم لتكفي لتزويد المدن والتجمعات السكنية إلى ما بعد 2025 إذا ما توفرت الموارد المائية. وكما أسلفت الذكر فإن تراجع التساقطات أدى إلى ضعف حاقنة السدود وكذلك تراجع الفرشات المائية مما قد يتسبب في اضطرابات تزويد في بعض المدن والقرى المغربية. طيب ما هي التدابير والإجراءات التي اتخذها المكتب لمواجهة هذه الوضعية على اعتبار أن إشكالية التزود بالماء الشروب تمثل أولوية لبلادنا؟ أه
فعلا لمواجهة هذه التحديات وضعت السلطات العمومية وعلى رأسها المكتب عدة إجراءات، منها إجراءات استعجالية وإجراءات أخرى على المدى المتوسط والبعيد. فيما يخص الإجراءات الاستعجالية فقد تم رصد من طرف السلطات العمومية غلاف مالي يفوق مجرد مليار ديال الدرهم في الأحواض التي عرفت تراجعا في نسبة ملء السدود ديالها وتراجع الفرشات المائية، خصوصا حوض ملوية وحوض أم الربيع وحوض تنسيفت. وهذه الإجراءات نذكر منها اقتناء محطات متنقلة لتحلية المياه الأجاج المالحة أو مياه البحر. لهذه المحطات تتمكن أننا يمكن نقلها من منطقة إلى أخرى كلما دعت الضرورة إلى ذلك، كما أنها محطات مدة الإنجاز ديالها لا تتجاوز 4 إلى 6 أشهر، وإنتاجها وإنجازها يتم من طرف شركات وطنية. كما تم وضع مضخات عائمة في السدود التي عرفت نسبة ملئها تراجعا كبيرا، وذلك لضخ المياه السفلية التي لا يتم ضخها بالمنشآت العادية. إضافة إلى ذلك تم برمجة إنجاز وتجهيز آبار وأتقاب، وذلك لتدارك النقص الحاصل في المياه التي عرفتها المناطق التي تعرف خصاص، إضافة إلى عمليات نقوم بها دوريا وهي البحث وإصلاح التسربات المائية، وذلك لرفع مردودية الشبكات، إضافة إلى حملات تحسيسية من أجل الاقتصاد في الماء ومنع سق المساحات الخضراء. أما على المدى المتوسط والبعيد فيبقى اللجوء إلى مياه البحر هو الحل الجذري والأنسب، حيث أن الحمد لله المغرب يتوفر على 3500 كيلومتر من الشواطئ. وهذه لك الفكرة واضحة سيد عبد الله جاحد المدير المركزي المكلف بالقطب الصناعي بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب قطاع الماء، شكرا لك على كل هذه المعطيات. ودائما في إطار الرغبة في المحافظة على الثروة المائية، نظم المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يوما توعويا حول ترشيد استهلاك المياه لفائدة الأطفال والشباب. التفاصيل في روبورتاج زينة أيت لامين وياسين المعازي ووفاء الدكالي. درس اليوم ليس ككل الدروس. في مركزنا ضيوف يحدثوننا عن الماء. لسان حالنا يقول هل يستحق الماء درسا؟ سريعا ما تلاشى السؤال. كنا نعتقد أننا نحتاجه عند العطش، لكن اليوم اكتشفنا أن الماء هو الحياة. برهنا لضيوفنا نحن أطفال التثلث الصبغي أننا مختلفون، لكننا لا نقل وعيا ولا إحساسا ولا فهما عن الآخرين، وكانت هذه أجوبتنا. ما قناش الماء ما غاديش نعيشو، اغسلو الماء ما خصاش نضيعو الماء، نضيع الماء ما نقصش الماء غنموتو. الماء نعمة، تطروش الماء الماء بزاف، هادي علاش الطروس صدو غبيني. قطيت الماء غلا من الذهب. الماء تنوى لا يقدر بثمن. احتفلنا في اليوم العالمي للماء بالرسم والورشات والمسابقات، وكان اللون الأزرق سيد الألوان، هو لون السماء والماء والبحر. يقوم المكتب بتنظيم عدة حملات تحسيسية عبر ربوع المملكة، سواء على المستوى المركزي أو على مستوى الجهات، وذلك لتحسيس المواطنين بأهمية الحفاظ على الماء وترشيد استعماله والمحافظة عليه من التلوث، خصوصا في ظل الظروف الحالية التي تعرفها البلاد مرتبطة بقلة التساقطات. حتما سيحمل الأطفال رسائل للأهل حول أهمية الحفاظ على الماء وترشيده ونبذ تبذيره في الحياة اليومية. ولا بغينا نسقيو الربيع، واش نسقيو فاش تكون الشميشة ولا فاش يكون الحال بارد. Je suis fière de voir que nos enfants. أنا فخورة بهؤلاء الأطفال وقدرتهم على تحسيس عائلاتهم وأصدقائهم بأهمية الاقتصاد في الماء. اليوم العالمي للماء فرصة مهمة لنشر الوعي عند الأطفال في التعليم الأولي. الجانب الصحي كان أيضا حاضرا، الحرص على شرب الماء بالكم الكافي. وكنأكدوا بالمناسبة على الضرورة ديال شرب الماء، لأن ما نساوش أن النقص ديال الماء كيمكن يعطي بزاف ديال الأعراض. نقص ديال 5% من الماء ديال الجسم كيقدر يعطينا أعراض ديال العياء، العياء المستمر، ولو وصلنا ل 15% كنقدروا نوصلوا لا قدر الله للوفاة. ومن بعد
الفنان نعمان الحلو يعتبر الفن رسالة، فهو يحكي اليوم للصغار عبر النغم والكلم عن دوار جف ماؤه، اختفى الوادي وأقفر الدوار وذهب الجميع للبحث عن الماء، ستكون الرحلة حتما مضنية. السفارة الأمريكية تتبرع بنموذج المركبة الفضائية مارس روفر للجامعة الدولية بالرباط على هامش مؤتمر الجامعة الدولية للرباط حول النساء والعلوم. المزيد من التفاصيل في روبورتاج عبير الملوكي وياسين المعازي. هبة في شكل ليجو يجسد مارس روفر الروبوت الذي أطلقته وكالة ناسا في الكوكب الأحمر. أهدته السفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى كلية الهندسة المعمارية بالجامعة الدولية للرباط، وذلك خلال مؤتمر سلط الضوء على المرأة والفرص التعليمية في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. تقدير لدور جامعة دولية للرباط في تعليم العلوم والهندسة والسياسية وفي الشراكة بين الجامعة والجامعات المختلفة في الولايات المتحدة وجهودنا المشتركة لتشجيع المغربية الشابة في علوم في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة. احنا عندنا اليوم واحنا يعني نتبرع الريبليكا الى الجامعة. هذه الهبة الاستثنائية المتمثلة في نسخة من عربة المريخ المتواجدة الآن على سطح كوكب المريخ هي رمز للابتكار والتطور التكنولوجي الذي وصل إليه الباحثون والمهندسون. ويمثل نموذج الليجو الخاص بمارس روفر الروابط التاريخية والعميقة بين الولايات المتحدة والمغرب، ولا سيما في مجال التربية والبحث والتنمية العلمية. بأزلال نظمت جمعية بن مسيك لتنمية ثقافة الرياضيات والمعلوميات قافلة تضامنية يهدف من خلالها المنظمون تقريب تلاميذ الثانوية المسيرة التأهيلية من المعارف العلمية لمادتي الرياضيات والمعلوميات. وصال إمغري ومحمد حسن مسكور. ثانوية المسيرة التأهيلية بأزلال كانت المحطة 23 لجمعية بن مسيك لتنمية ثقافة الرياضيات والمعلوميات، حيث كان للتلاميذ موعد مع دروس وتوجيهات من تأطير أساتذة جامعيين. رجينا هنايا اليوم باش أيضا نلتقي بهاد التلاميذ هادو باش نعطيهم لكاع المعلومات اللي هما محتاجينها منا، سواء في التوجيه سواء في بعض المهارات كمهارات التواصل ولا جيستيون ديال ستريس تدبير التوتر. القافلة تخللتها ورشة تدريبية لدعم ومساعدة التلاميذ وتقريبهم من المفاهيم الأساسية لعلوم الرياضيات والمعلوميات. هاد الجمعية جمعية ابن مسك على هذه المبادرة حيتاش بصراحة حفزات التلميذ على شحال من حاجة اللي كان التلميذ قبل تالف وما كانش عارف لاش غيمشي مورا الباك. بهذه المبادرة الرائعة والتي منحت لتلاميذ المؤسسة الاطلاع على مختلف الأنشطة التي تقوم بها الجمعية وما تقوم به من أنشطة تستهدف خلق جسور تواصل بين مختلف مناطق المملكة. كما استفاد تلاميذ ثانوية المسيرة التأهيلية من كتب في مادة الرياضيات إضافة إلى معدات علمية لتعميق معارفهم ومهاراتهم وتشجيعهم على البحث العلمي. واحتفاء بالأطفال المصابين بمتلازمة داون برنامج خاص لهذه الفئة نظمه مركز إدماج أطفال الثلاثية الصبغي 21 بعين شق من خلال ورشات وعروض للرسم والمسرح. برنامج هدفه إبراز أدوار هذه المراكز والمجهودات التي تقوم بها الأطر التربوية والطبية وشبه الطبية لمواكبة وإدماج هذه الفئة. أمين هناوي ومحمد العربي. برنامج احتفالي متنوع خصصه مركز إدماج أطفال الثلاثي الصبغي 21 بعين الشق احتفاء باليوم العالمي لهذه الفئة من ذوي الاحتياجات الخاصة. برنامج شمل ورشات للرسم والمسرح وعرض أعمال يدوية ومأكولات عدها أطفال المركز بإشراف الأطر التربوية والإدارية. احنا اليوم دايرين اليوم العالمي للثلاثي الصبغي 21 ودايرين ابواب مفتوحه فيها برامج لهاد الاطفال لهاد الشريحه من الاطفال ديال الثلاثي الصبغي، منهم انهم عندنا معرض الاعمال اليدويه اللي تيديروا هاد الوليدات هنا، كاين
مسرح وكاين الألعاب ديالهم اللي هو الكيت سبور اللي تنظموه سنويا. الاحتفال باليوم العالمي لثلاث الصبغي مناسبة لإبراز الأدوار التي تقوم بها الأطر الطبية وشبه الطبية في إدماج ومواكبة هؤلاء الأطفال ومساعدتهم على النطق والتمدرس. حنايا الدور ديالنا الاساسي في مواكبه ديال هاد الاطفال اللي عندهم ثلاثي الصبغي هو اننا ندمجوهم مع المجتمع، نخليهم ما يحسوش بالفرق بينهم وبين الناس الاخرين، كنخليوهم انهم يعولوا على راسهم، انهم يوليو عارفين كيفاش يتعاملوا مع المرض ديالهم. احتفال باليوم العالمي ثلاثي الصبغي هو نهار تري سبيسيال عندنا في لو سونتر، اننا كنعرفوا بهاد الفئه ديال الاطفال حاملي ثلاثي الصبغي 21، كنبينوا الدور ديالهم لي زاكتيفيتي اللي كيديروا في السنه كامله من خلال الاعمال اليدويه، المسرح، الرسم. يوفر هذا المركز خدماته لمئة الأطفال سنويا في إطار إدماجهم بمحيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على تعلم الحرف اليدوية والاستفادة من ورشات الرسم والمسرح. رياضيا، أجرى المنتخب الوطني لكرة القدم صباح اليوم بمركز محمد السادس بسلا حصة تدريبية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية الجمعة المقبل بكينشاسا ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022. وكانت العناصر الوطنية دخلت في تجمع إعدادي الأحد الماضي، ومن المنتظر أن تنطلق طائرة الفريق الوطني مساء اليوم في اتجاه الكونغو الديمقراطية. خالد شخمان. الحصة التدريبية لصباح اليوم هي الأخيرة بالمركز الوطني محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة قبل السفر مساء إلى كينشاسا لمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في أول مواجهتين حاسمتين مؤهلتين إلى مونديال قطر. أنا فرحان بزاف قجيت أول مرة منتخب وطني، ونتمنى نتأهلوا كأس العالم إن شاء الله جوج ماتشات، ونطلب الجمهور يعاوننا وشجعونا. العناصر الوطنية التحقت بمقر تجمع الفريق الوطني الأحد الماضي وخاضت مرانا بدنيا خفيفا الاثنين، ويبقى التحضير الذهني له أهمية خاصة في كلا المواجهتين بداية من مباراة الذهاب هناك بكينشاسا. احنا عارفين الامبورطونس ديال هادوك جوج ماتشات، و لو بلوز امبورطون حنا اون فو روندر فيير لو بوبل، وغنخدموا مزيان وغنقاتلوا ان شاء الله باش نربحوا هذوك هذاك الماتش الاول. غنبدا بالماتش الاول. فرصة تاريخية للعناصر الوطنية لحضور نهائية كأس العالم للمرة السادسة شرط تجاوز عقبة واحدة في مناسبتين وتدوين أسمائهم ضمن تاريخ مشرف لكرة القدم المغربية في نهائية كأس العالم. إلى التذكير بالعناوين. الموقف الإسباني الداعم لمبادرة الحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، مكسب دبلوماسي جديد يستجيب للمصالح المشتركة للبلدين في سياق دولي متغير. ٢٢ مارس اليوم العالمي للماء، يحتفى به هذه السنة تحت شعار المياه الجوفية جعل المخفي مرئيا، مناسبة للفت انتباه مختلف الفاعلين إلى أهمية الماء وتعزيز التدبير المستدام لموارد الماء. المنتخب الوطني لكرة القدم أجرى صباح اليوم حصة تدريبية استعدادا لمواجهة الكونغو الديمقراطية الجمعة المقبل بكينشاسا ضمن ذهاب الدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر 2022، ليتوجه بعد ذلك إلى الكونغو الديمقراطية. شكرا لكم على المتابعة، وطابت أوقاتكم بكل خير.